اتصالا نذهب إلى مدينة دوزلدورف الألمانية. معنا الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة حماس. سيد الفاضل، مراسلة القاهرة من تل أبيب تحدثت بأن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي تم عبر الهاتف. هل إسرائيل تحاول أن تثبت أنها تتعاطى حتى وإن رفضت مبدئيا ما جاء في مضامين موافقة حماس؟ أولا معك المتحدث باسم حركة فتح، عفوا، ليس حماس، عفوا. نعم، واضح أن إسرائيل لا تريد التقاط هذه الفرصة، وواضح أن دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والوسيط الآخر قطر والولايات المتحدة دفعوا حماس إلى الموافقة، نصحوا حماس إلى الموافقة على المقترحات المصرية والقطرية، لكن هذا لا يتطابق مع ما تريد إسرائيل. فأهداف إسرائيل بعيدة وتطال التدمير الكامل لغزة وشعب فلسطين، ولهذا يبدو أن إسرائيل مقبلة على أن تعرض عن القبول بقبول حركة حماس المقترحات التي قدمها الوسطاء. طيب سيد الزال، في تقييمك إسرائيل وحركة حماس ستوفد بعضا من مسؤوليها إلى القاهرة للنقاش في تفاصيل هذه الأزمة، كيف يتسنى ذلك وعملية رفح مستمرة؟ صف لي هذا التعقيد في هذا المشهد في لحظاته الأخيرة. إنهم كما قيل إن الله أن يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ما لونها؟ إحنا بقالنا من نوفمبر نلف وندور حول نفس النقطة، حول نفس المضمون. وإسرائيل لو إنها تريد السلام حقا وتريد إنهاء هذه الحرب ببساطة تستطيع أن تبادل كل الأسرى والرهائن الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين وتريح دماغها، لكنها ليست في وارد هذا، وهي المعنية بالتعقيد والمزيد من التعقيد وبحث تفاصيل التفاصيل وطرح شروط جديدة باستمرار لكي تكسب الوقت فيما هو متطابق مع نهج نتنياهو منذ أن عرف، وهو التمسك بالسلطة واستخدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإحكام وتعميق قبضة اليمين الإسرائيلي على السلطة وعدم التخلي عنها. وإذ هو منذ عشرات السنين يمشي في هذا الاتجاه، نراه في حالة العدوان المستمرة، العدوان البري منذ 27 أكتوبر، يضيع كل الفرص للوصول إلى حل لأنه لا يبحث عن مخرج بل يبحث عن تعميق الاحتلال في غزة سعيا لأهداف غير معلنة. سيدي، سأعود إلى قصة البقرة التي استشهدت إليها، لأنه حين نزولها أو حين قصت علينا لم يكن قد تم إقرار مفاهيم السياسة وعلوم التفاوض في أدبيات هذا النهج. في ظنك حركة حماس استهدفت قبل الإعلان عن موافقتها على المقترح المصري باستهداف موقع عسكري في كرم أبو سالم، ثم أقدمت على الاعتراف والموافقة على هذا المقترح بعد اجتياح إسرائيل. هل تتصور أنه ما قبل الاقتراح، ما قبل الموافقة وما بعد الموافقة، هل في ذلك تكئة سياسية تحاول حماس أن تمارسها على إسرائيل وبالتبعية ترد إسرائيل بنفس الأدوات على حركة حماس قبل الموافقة هي الأخرى بدورها؟ التوقيت دائما هو مفتاح لفهم الأمور بتفاصيلها وعمومياتها. فيما يخص قصف معبر كرم أبو سالم، حماس تعرف أن الهجوم على رفح سينجم عنه إغلاق معبر رفح، وما يتحدثون عنه بشأن الممر العائم سوف يكون البديل عن معبر رفح. لذلك ربما جاء توقيت عملية كرم أبو سالم للتسبب بإغلاق المعبر كي لا تستطيع إسرائيل أن تتعجل في عملية في رفح يتعلق بها أو ينجم عنها إغلاق معبر رفح. هناك حسابات وتعقيدات كثيرة، المواطن الفلسطيني في غزة لا يحظى بأهمية كبيرة في مثل هذه الحسابات، هو مجرد أرقام، وهذا أمر محزن يبعث على الأسى. رغم كل هذا نقول أننا أسعد الناس بالوصول إلى وقف إطلاق النار، لم نعمل على شيء أكثر مما عملنا في الشهور الماضية مع دول العالم وأطرافه المختلفة من أجل وقف آلة القتل الإسرائيلية التي تستفرد بكل هؤلاء المدنيين
دون أن يكون عند أحد خطة أو حتى استعدادا أو اهتماما بتوفير أسباب الوقاية لهم والحماية لهم والإغاثة والعون. نحن أشغلنا بالنا في ذلك، ومن هنا استقبلنا موافقة حماس على هذه المقترحات التي قدمها الوسطاء بالارتياح والترحيب. ونحن ندعو بهذه المناسبة إذا سمحت لي كل أطراف العالم وشعوبنا العربية والإسلامية في الغرب وفي الشرق إلى أن تواصل بدورها الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بما عرضه الوسطاء لكي يفتح المجال في هذه الفسحة المتاحة، يعني عبارة عن حقب، ثلاثة حقب زمنية، كل واحد 42 يوم، سيتاح لنا خلالها إن وصلنا إليها فرص عظيمة جدا وقيمة لإدامة وقف إطلاق النار باتجاه أهداف سياسية أوسع من مجرد وقف إطلاق النار. في ظنك إلى أي مدى تتعاطى إسرائيل مع هذه المقترحات، وكيف ستوافق عليها، وهل ستوافق عليها بالجملة أم تتدخل بإبداء بعض التعديلات كما بدا من بعض التسريبات التي نقلت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك ثمة اعتراض من حكومة نتنياهو ومنه شخصيا؟ مسار إسرائيل في تعرجات التفاصيل هو فقط لكسب الوقت، عدد الأسرى، الفترة، الجدول الزمنية المتاحة لإطلاق سراحهم، عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر أن يطلق سراحه مقابل هؤلاء، كل هذه تفاصيل تريد إسرائيل إشغال العالم بها انصرافا منها إلى الأهداف الحقيقية، وهي في المجمل غير معلنة. إسرائيل تقول إن هدفها القضاء على حماس، لكنها تقضي على الشعب الفلسطيني، ولا أحد يعرف الأهداف الحقيقية لإسرائيل إلا إذا رسمت المسار الافتراضي للوقائع كما تجري منذ 8 أكتوبر لتستكمل في ذهنك صورة غزة. إذا ما قدر لي الهجوم والعدوان الإسرائيلي أن يستمر مدة أطول، يعني بإمكانك أن تحسب ما هو متوسط المنازل التي دمرت في اليوم الواحد منذ 8 أكتوبر لكي نحتسب كم سيدمر من غزة إذا استمر هذا العدوان مدة أطول. ويبدو أن هذا من الأهداف الإسرائيلية الأساسية، تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة.